الحديث عن هذا الموضوع معنا من باريس مراسل العربية سعد المسعودي. سعد أهلا بك. تتذكر خلال الزيارة الأخيرة للملك سلمان عندما كان وليا للعهد كنا سويا نغطي هذه الزيارة وكان هناك ترحيب واضح جدا بالملك سلمان خلال تلك الزيارة وأيضا بولي ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان. ماذا نتوقع اليوم؟ نعم صباح الخير محمد. طبعا نتوقع زيادة بالتعاون، زيادة بالعمل المشترك، لا سيما في المجال الدفاعي والاستخباراتي، أيضا في مجال الخدمي. كما تعرف قبل أسبوع كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في موسكو، وقع 6 اتفاقيات منها 16 اتفاقية لل الطاقة النووية السلمية، ولكن هذه المرة الوفد السعودي جاء متنوعا وأكبر من الوفد الذي ذهب إلى موسكو. 6 وزراء يمثلون الاقتصاد والتخطيط، الخارجية، التجارة والصناعة، وأيضا إلى جانب الاستخبارات العسكرية العامة خالد بن علي الحميدان، ووفد خدمي كبير يمثل هذه الزيارة. نفهم من ذلك إلى جانب الملفات المهمة التي سيناقشها في الجانب السياسي سمو الأمير محمد بن سلمان سوريا والعراق واليمن، هناك أيضا الجانب الدفاعي والجانب الأمني الذي سيتم التركيز عليه في هذه الزيارة، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقة النووية الفرنسية المعروفة بخدماتها النظيفة. سيتم اتفاق نووي أيضا، بناء مفاعلات نووية فرنسية بهذا الجانب، إضافة إلى زيادة التبادل بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة الدفاع الفرنسية من خلال الخبرات وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة التي تشهدها فرنسا سنويا هنا للجو وبالبر وبالبحر، وأيضا الفرنسية والسعودية في السعودية في نفس الاتجاهات. يعني محمد واضح جدا في هذه الزيارة إلى الجانب السياسي والملفات المهمة التي ستتناقش، هناك شيء خدمي له علاقة بتطوير قدرات الخطوط الجوية السعودية، 50 طائرة إيرباص ستكون A320 و A330 سيتوقع عليها السعودية هذا اليوم في قصر الأليزيه. هناك طبعا لقاء مهم سيكون مع وزير الخارجية، يعقب ذلك لقاء صحفي مع الصحفيين للإدلاء ببعض التصريحات والاتفاقات، والأهم هو القصر الرئاسة عند 2:30 بتوقيت غرينتش، سيكون لقاء موسع سيسبق اللقاء طبعا توقيع اتفاقات في مجال الخدمات. وواضح جدا محمد أنه الزيارة هذه المرة جاءت لتتوج ما تم الاتفاق عليه بالزيارة الأخيرة للملك سلمان عندما كان وليا العهد، وهناك الجانب الفني عمل من خلال تلك الزيارة إلى الآن على تعجيل زيادة التبادل التجاري، وهو الثالث يعتبر بالنسبة لفرنسا بين فرنسا والسعودية، ولكن الجانب الأمني والخدمي والدفاعي سيكون مهم جدا في هذه الزيارة، ولا سيما في تطوير القدرات السعودية في مجال الجو وفي مجال البحر وفي مجال أيضا البر محمد. سعد المسعودي شكرا جزيلا لك، وسنتابع معك كل جديد بشأن هذه الزيارة البارزة.